السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ من وسط العاصمة مدينة ستوكهولم ومن ساحة سيرجل توري، رحب بكم أخوكم رائد، موقع عربي السويد، صفحة عربي السويد. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام، يعني أتمنى للجميع يوم سعيد، يوم جميل. الأجواء تغيرت اليومين، سبحان الله، مغير الأحوال. حبيت أعملكم بث وأنا في طريقي للعمل، وإنها فرصة يعني وإحنا متمشى بوسط العاصمة هيك نص ساعة زمان نحكي معكم شوي، نسلم عليكم. أنا قريب من ساحة سيرجل توري في وسط العاصمة، وحاب أحكي شوية هيك نقاط عن بعض المواضيع اللي طرحتها، لأنه في بعض المفاهيم ممكن غير واضحة لبعض الناس، يعني في بعض الناس بس تقرأ بين السطور. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من وسط العاصمة من ساحة سيرجل توري في مدينة ستوكهولم. طبعا الجو هاليومين تغير، صار 17-18 وفي أمطار غزيرة. طمنونا بس على الصوت والصورة واضحة إن شاء الله. صوت الصورة واضحين إن شاء الله. طمنونا إخوان الكرام، مباشر من وسط العاصمة مدينة ستوكهولم، أهلا وسهلا بكم إخوان الكرام. يعني بعض الإخوان، أنا لما أنشر فيديو أو أنشر موضوع، يعني حكينا عن موضوع المرأة وعمل المرأة والطلاق في السويد، يعني أنا عادة ما بحكي هاي الشغلات بناء على آرائي، يعني عادة برجع لدراسات وتقارير ومواضيع كثيرة. بس في ناس لما تتفرج على الموضوع بتاخذ جزء بس معين، ما بتتفرج على الفيديو كله او ما بتطلع على الدراسات كلياتها. واحنا يعني هدفنا الرئيسي مش بس الدراسة، احنا هدفنا نوصل لوقاية وعلاج عشان ما عدم تتكرر الحالات. لانه يعني لو تشوفوا كم عدد الأطفال اللي بنسحبوا من السوسيال لا تنصدموا. يعني أنا لما دخلت وقريت الأرقام إنه تقريبا 23 ألف طفل سنويا يسحبوا من عائلاتهم، طبعا مش كلهم عرب، يعني من جميع الجنسيات، فأنا انصدمت. يعني أنا بدخل وبقرأ يا إخوان الكرام، يعني ما بنشر لكم الشغلة وبحكي بالموضوع بس هيك على مزاجي وعلى كيفي، وزي بعض الناس أو بعض الأخوات بفكروا إنه خلص الرجل هو بس بدي يدعم قضية الرجل وانسى المرأة. احنا عايشين مع زوجاتنا وعندنا اطفال وعندنا بنات، وبهمنا المرأة، يعني احنا بنحب المرأة وبندافع عن المرأة. بس ممكن نظرا لانه ممكن بعض الاخوات متأذيات، او انه هم صاروا يفهموا من بعض اي منشور عن المرأة انه هو هجوم عن المرأة، لا بالعكس. يعني احنا بنحاول ندافع عن المرأة. يعني احنا لما طرحنا موضوع عمل المرأة هو فعلا بيأثر، بس مش معناه انه المرأة ما تشتغل، معناه انه بدل ما تشتغل 8 ساعات وتشتغل ليلي وتشتغل نهاري وتشتغل، كل انسان حسب حاجته. القصد انه اذا كان عنده اسرة 3-4 اطفال، يعني متى بدها تلحق عليهم؟ يعني هذا القصد. يعني واحدة عندها ولد او واحدة لساتها ما تزوجت، ما عادي، يعني مو المشكلة انه تشتغل. بس الدراسات اكثرها اثبتت انه، يعني انا حتى المقابلات اللي بيشتغلوا معي بالعمل نفس ما لقيت واحدة سعيدة، يعني دائما بيشكوا من واجبات البيت وقضايا البيت والقصص الكثيرة اللي بتصير معنا. اهلا وسهلا فيكم بمدينة ستوكهولم، بس حبيت اوضح بعض النقط يا اخوان الكرام. احنا لما ننشر منشور او ننشر فيديو، رجاء رجاء احضروه كله بعدين قدموا اقتراحاتكم. انا يعني بنبسط من الاقتراحات بس ما بحب الهجوم، يعني اسلوب الهجوم، يعني احنا زي كنا قاعدين بنهاجم بعض، وهذا اسلوب مو حلو، مو اسلوب حلو لعلاج المشاكل. نركز على الحلول. طبعا احنا هيك يا اخوان الكرام باتجاه، عليكم السلام، هلا بالشباب، اهلا اهلا، كيف حالكم؟ شو اخباركم حبيبي؟ والله على راسي. هاي نحن من وسط العاصمه، هاي الشباب نعرفهم، يعرفونا قصدي. فالنساء للأسف دائما يعني فكرونا انه احنا ضدهم، بالعكس، يعني الرجل ممكن بحاجة المرأة اكثر ما يمكن المرأة بحاجة الرجل.
والدليل انه يعني صارت المرأة تكتفي خلص بالذات اذا اشتغلت وكلام نساء يعني انا سمعته من اكثر من فيديو انه النساء نفسهم بتقول لك احنا اذا حققنا حاجتنا المادية وخلاص وهالعطور وهالمكياج وهالسهرات وهالقعدات خلص مش بحاجة لرجل. فالموضوع واسع وكبير وهو فيه مطروح وجهات نظر كثيرة بس هذا أدى إلى عزوف عن الزواج للأسف أدى إلى العزوف. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين في الوقت الحاضر كثر الزنا وكثر الربا وكثرة أمور كثيرة في الحياة بسبب العزوف عن الزواج حتى كثرة المثلية يعني صاروا الشباب يمشوا مع بعض شوفوا الشباب هاي حيوا الشباب وزي ما بيحكوا شكيتكم لالله شكيتكم لالله أنا بخيل والله هاي نسلم عليكم والله مش عارف الشاشة مش واضحة شكلها بدها تنظيف مو ضابط الصورة مش عارف ليش شكلها بدها مسح الشاشة وهي الساعة دقت الساعة. فيا اخوان الكرام اللي بتابعونا يعني نأمل منكم تقرأوا المواضيع كلياتها وتقترحوا على المواضيع نفسها تقدموا اقتراحات. للأسف أنا بلاحظ النقد في الفيسبوك ومواقع التواصل نقد للأشخاص وليس علاج للمواضيع نحن لما نطرح موضوع الهدف نقدم حلول نحكي يعني لما نحكي عن السياحة بيطلع لك واحد بيحكي لك عن الهجرة يعني حتى ما بنلتزم في نص الموضوع اللي احنا بنطرحه عشان يكون الموضوع مفيد لازم نلتزم فيه ونحاول احنا نشكل بالمواضيع يعني عادة نطرح مواضيع مختلفة منها سياحية منها كنا عن الهجرة وعن اللجوء وهلأ شوي طرحنا موضوع الطلاق لأنه بيأثر قاعد على الأطفال وقاعد أعداد كبيرة من الأطفال تتاخذ بسبب المشاكل الأسرية وتربية الأطفال. فاحنا بهمنا يعني أطفالنا اللي موجودين في السويد يعني احنا ليش تعبنا وجينا وسافرنا وغلبنا أنفسنا عشان نخلي أولادنا يتعلموا ويكبروا ويصيروا بجامعات. بس للأسف أنه بيني وبينكم يعني أنه مش عارف يعني صار زيك تقول في حملة في مواقع التواصل يعني أي رجل بكتب موضوع أو بجيب سيرة الزواج أو بصير سيرة أنه الشباب مش لاقين زوجات بقول لك بصيروا يقولوا لك ذكر وليس رجل وبصر إيش وبطرحوا المواضيع هاي. فيعني احنا مع المرأة والشباب بدهم يتزوجوا والشباب قاعدين للأسف بيزيد الانحراف. وانا دخلت قرأت في المجلس الأوروبي للإفتاء وقرأت مواضيع كثيرة على القصص هاي اللي بتصير للأسف قاعد كله بيأثر على البنية المسلمين في الغرب لأنه الأعداد قاعدة بتتناقص مش بتزيد. هو قاعدين اللي بيزيدوا اللي بيجوا بس زواج ما في. والله يعني نحاول نحكي لكم احنا من الواقع اللي بنشوفه وغير قضايا الطلاق اللي قاعده اعداد بالالاف كله بياثر على تربيه الاطفال. فكل ما بزيد نسبه الطلاق كل ما بزيد مشاكل الاطفال في الغرب والاطفال ممكن يتخلوا عن دينهم يتخلوا عن مبادئهم. ما بعرف الصوت واضح في هوا كثير هنشوف نرجع هيك عكس السير فرجيكم الأولينز. احنا في وسط العاصمة قلنا هيك واحنا في طريقنا اليوم عندنا دوام مسائي قلنا نسلم عليكم. شكرا اخت الثرى والثريا بارك الله فيك شكرا كثير. انا يعني تعليقاتك ايجابية وتعليقاتك رائعة وفي مكانها يعني من التعليقات اللي انا بحب التعليقات اللي مركزة على الموضوع. وانتم يا اخوان الكرام يعني لا تفكروا ان اذا واحد اختلف عني في الرأي يعني رح ازعل لا بالعكس انت مدام انت في صلب الموضوع انت بتعالج الموضوع معي. ابي الهوا كثر خلف لهون نشوف ممكن الصوت بشوش كثير. هاي نحن هون قبال محطة البندل توك واضح كويس بس والله عندي هوا كثير اليومين هدول سبحان الله تغير الجو سبحان الله مغير الاحوال. كانت الدنيا صيف صيف والناس على البحر زي كأنك في اسبانيا فقلب الجو سبحان الله العظيم. امبارح صار امطار مو طبيعيه شلالات واليوم الحمد لله هلا لحد الان بس كاتبين انه في امطار ان شاء الله. فيا اخوان الكرام انا بس حبيت اوجه رساله لاخواننا يعني اللي بيتابعونا. يا اخوان الكرام يعني في فيديوهات كثير على اليوتيوب وانا قاعد بنزل لكم مقطع يعني رجاء انه لا تحكم قبل ما تنعرض عليك القضيه كامله. في ناس انتقائيين بالحياه يعني بتلاقيه باخذ جزء من الكلام وبقيم وهذا خطأ
خذ الموضوع كله، اقرأ الموضوع كله، افهم الموضوع كله، وبعدين إذا بدك توجه نقد عندك فكرة ادخل برضو اقرأ احكي، عشان نركز على العلاج. احنا هدفنا انه نوجد حلول، مش هدفنا بس نطرح قضايا ونأخذ لايكات. عندنا لايكات كثير، شو استفدنا من اللايكات؟ احنا بدنا نساعد، بدنا نساعد اللي فكر يهاجر واللي عنده اولاد واللي فكر يزوج اولاده واللي عنده اطفال وكيف بدي يربيهم الى اخره. صار عمري 34 سنه وبدي انستر واتزوج وكله بده مصاري. ها شوفوا احد الاخوان، احد الاصدقاء عنا، يا اخواني للاسف صارت النظره ماديه. احنا وصلنا قبال المحطة الرئيسية، فللأسف غلاء المهور، الموضوع اللي طرحناه يعني من نفس البنات، هم يعني في فيديوهات هم نفسهم حكوا عن الموضوع. يعني ممكن الأهل بتاجروا متاجرة، بقول لك بدي أطلع حق سفرتي، للأسف بدي أطلع حق سفرته على ظهر بنته. دائما يشوف العريس بخاف الله عشان يسترها، مش بعد شهر شهرين يطلقها ويرميها. ففي أمور كتيرة، قضايا كتيرة احنا بنحب نطرحها في موقع عرب السويد، عشان اخواننا كمان اللي بفكروا يسافروا، احنا بدنا نكون صورة عند اخواننا اللي بدي يسافروا او اللي جاي لم شمل او جاي عند زوجته او اشي، يكون عارف طبيعة الحياة بالبلد. مش يجي خبط لزق ويلاقيه بعد شهر ولا شهرين يقولك اخذوا مني 3 أولاد واخذوا مني 4 أولاد زي ما بنسمع القصص. فيا اخوان الكرام، يعني والله قبل يومين بتفرج على الاحصائيات بقول لك تقريبا 23 الف ولد او طفل يعني متخذين من اسرهم. فاعداد كبيره، غير اعداد الطلاق. لو تشوفوا قد ايه اعداد الطلاق اللي موجوده، غير الطلاق العاطفي. هاي احنا قبال المحطه، وصلنا على محطه ستوكهولم. الصوت واضح والصوره واضحه تمام. خلينا نفرجيكم هالميات. هيك المي، احلى ايش المي يا اخوان الكرام. نمسح التلفون، الصوره مش واضحه اليوم، مش عارف شو قصه. احط لكم هذا الموبايل هيك نشوف كيف. يا ورد عليك يا عقيل، هاي في وقع بالمي. اوبا وقع. اللي عنده سؤال، عنده استفسار، اللي حاب يحكينا بموضوع بشغله بعمله يتفضل. نفتح الشاشة. بعض النساء للأسف ممكن ماخذين فكرة سيئة أو سلبية عن الرجال، إنه الرجال يعني ممكن باللي بيصير في البلادنا قاعد أو من بعض التسلط. يعني ما بنقدر نحكم على الكل من خلال البعض. يعني إذا في رجال قاسيين مع زوجاتهم مو معناه كل الرجال قاسيين، أو إذا يعني في حالات معينة ما بنقدر نعمم على هذا الموضوع واحنا خلص يعني معنيها نبطل المرأة تتزوج او نبطل الوحدة تخلف او ناخذ فكرة سلبية عن الشباب العربي. لا والله، في شباب محترمين وكويسين، في ناس ملتزمين ورائعين وجيدين جدا. احنا هيك بالطريقة هاي بنخرب مفهوم الزواج والأسرة. واذا حدا فشل في علاقته الزوجية او فشل في الحب او الحب المشروط والقصص هاي حالات لا تقيم على الكل. قد ايه الساعة صارت؟ حبيبي ابو محمد. ويا اخوان الكرام زي ما حكينا، اللي عنده اسئلة اللي دخلهم اقل من 75 ألف، احنا بنوفر هاي الخدمة وصرنا مقدمينها لاكثر من 12 واحد في خلال صفحتنا. خدمات مجانية بالذات للاشخاص اللي دخلهم منخفض. نشوف هيك الصورة يمكن وضحت، والله ما انا عارف واضحة ولا مش واضحة، يعني ماشي حالها. عشان ندخل على القلعة على المحطة قد ايه ضايل وقت، نشوف قد ايه داخل وقت ضايل معنا بيجي. ها كويس، يعني معنا شوية وقت.
نتمشى نسولف شوي. فإخوان الكرام اللي عنده دخل أقل من 75,000 وعنده أي سؤال عن الهجرة وعن اللجوء، هو موجود بالسويد طبعا، موجودين في السويد، يعني اعتبروها دعاية، دعاية وإعلام. احنا بنتعامل مع أحد المكاتب، وهذا المكتب ما شاء الله يعني بتواصل معك إذا مش بنفس اليوم تاني يوم، وبساعدك كتير في قضايا الهجرة، اللجوء، السوسيال، أي قضية أنت بدك تأخذ عليها استشارة تواصلوا معنا. اكتب رقم تلفونك، اكتب اسمك بالانجليزي الاول والعائلة، واحنا مباشرة بنرسله للمكتب، والمكتب مباشرة يا بنفس اليوم يا تاني يوم بكون متواصل معك وحل قضايا ومشاكل وساعد كتير ناس. فاللي عنده دخل منخفض يتواصل معنا، ما يعني ما يخجل ولا يتردد، الموضوع مجانا يعني. فاحنا بنحب دائما نخدم اخواننا والاصدقاء اللي موجودين في صفحتنا، لكن الخدمه هاي مش متوفره للعرب اللي خارج السويد، بس لداخل السويد، لانه بيجيني كثير اسئله من العرب اللي خارج السويد. الصوت والصوره واضحه تمام تمام. انا جوات محطه ستوكهولم، هايني هون مع المسافرين، بس انا مش مسافر، انا شغال. هاي العالم هون، اشكال والوان، بتشوف هون جنسيات، بتشوف العالم اللي تسافر بدها تروح. هاي في شويه اصلاحات هون. هلا احنا شوي رح نبلش بالشغل، اليوم دوام مسائي. فاللي عنده أسئلة وراتبه أو دخله السنوي أكثر من 75,000 ممكن، بس هذا بده يدفع ثمن الاستشارة أو ثمن متابعة القضية. فإخوان الكرام يعني اللي عنده استشارات حاول دائما ما تسأل ناس وتعتمد على آراء ناس، بدك تسأل اسأل محامي، اسأل إنسان مختص، لأنه في ناس للأسف توقع فريسة لهذول الأشخاص يعني اللي بيدعوا إنه بفهموا بالقانون، وبتورط الواحد وبخسر مصاري كتير بسبب خطأ بسيط، ممكن فاتورة غلطت فيها، ممكن في موضوع أطفالك، ممكن في أي مشكلة في قضايا الهجرة واللجوء تتأخر على سنوات طويلة. فمدام الباب مفتوح إنه أنت تسأل مجانا، فابعت اسمك ورقم هاتفك الأول، رقم هاتفك الاسم الأول بالإنجليزي واسم العائلة ورقم هاتفك، هم بيتصلوا معك المكتب، بس اهم شيء يكون دخلك اقل من 75,000 اذا بدك مجانا. اما اذا بدك استشاره مدفوعه، هلا الصوت واضح لاني صرت جوات محطه القطارات، فهون ما في هواء ولا شيء، الهواء هوايا وبنيلك اسرع عالي واسهر طول الليالي. هاينا هون بين العالم بين الناس، يعني حركه السفر لسه، يعني في ناس كثير بتسال عن موضوع السفر لسه، يعني مش الحركه اللي يعني زادت الحركه احسن من الاول، بس لسه مش يعني مش عالمية بشكل كبير. فاحنا ما عندنا علم كامل عن متى بدي يفتحوا المطارات بشكل كامل ومتى بدي يصير. يعني لو دخلت على سكاي سكانر شيكت، لسه الدول العربية ما في طيران إلها، ممكن تركيا، ممكن بعض الدول. فبتقدروا كمان تشيكوا من مكاتب السياحة والسفر اللي بيسألوا عن مواضيع السفر. فيا اخوان الكرام انتوا كمان برضو بتقدروا تقترحوا علينا مواضيع، يعني احنا بنهمنا المواضيع اللي بتفيد المهاجر اللي جاي على البلد. وبعدين يمكن شفتوا كتبت قبل كم يوم او نشرت عن السياسة الجديدة للسويد في خصوص اللجوء ومين الدول في لها اولويات، بس والله صار الموضوع صعب كتير، يعني صار صعب كتير انك تاخذ اقامة دائمة في السويد. فقضايا اللجوء نوعا ما صارت صعبة ومعقدة وملزم الواحد في بلدية معينة، يعني اذا جحطوك مثلا في الشمال صعب انك تنقل، لازم تضلك في نفس المكان ولا بعدين بقطعوا عنك المساعدات. فاتمنى تقرأوا هاي البنود وتقرأوا هاي الشغلات عشان تكون عندكم صورة احسن تتسرعوا. يعني في ناس تتسرع خلاص، هي ماخذ سمعة مثلا عن السويد، ممكن السويد كويس لشخص مش كويس لشخص اخر، ممكن يكون لك كويس في الوقت الحالي هولندا او بلجيكيا او بروكسل. فخلي يكون عندك اطلاع، خلي يكون عندك اطلاع. السلام عليك يا كمر سنارت تي كافي الت اوكي يا كمر. اجى صديقي في العمل، هلا شوي رح نروح. اخي ارسلت لك موضوع على الخاص بس ما في جواب، والله ما شفت، قاعد بتابع الخاص عندي، بعرفش انت يمكن بعته على الخاص تبعي انا على صفحتي انا الخاصه، لانه مرات بيجي اسئله كثير عندي على صفحتي الخاصه بس ما بتظهر، يعني عندي رسائل الدنيا، شو بدي الحق ارد على كل واحد؟ كل يوم بدك ترد على 100 رساله. عشان هيك بعمل فيديوهات بحكي عن المواضيع بشكل عام، بكتب
بشكل عام عشان بدنا الناس تستفيد، لانه بقدرش ارد على كل يوم بدي اقعد اسولف مع 10، احسب قد ايه بدي وقت، يعني هذه بدها وقت كبير. فعشان هيك اللي عنده سؤال مثلا في التعليقات ممكن يكتبه او يبعته على خاص صفحه عرب السويد، لانه الموضوع باخذ مجهود وباخذ وقت. تخيل كل يوم يجيك 10، والمشكله اللي بتحكي معه بتجاوب على سؤال بطلع لك 5-6 اسئله بعديه. فتخيل كل يوم تقعد نص ساعه مع 10 اشخاص، بدك 5 ساعات بس تجاوب اسئله. الاسئله بتتكاثر ما شاء الله، الاسئله انتم ما بعرف العرب اللي بالسويد ممكن توصلهم اسئله، بس احنا عشان عندنا صفحات وصلنا اسئله كثيره. هنفرجيكم المحطه خلاص عشان نروح على الشغل هسه. فرجيكم هاي هون الديبارشر، الاقلاع وما اقلاع. هلا في محطات موقفه، قطارات. فيا ريت يا ريت تشاركونا مواضيع مفيدة للإخوان العرب اللي بالسويد، عن العمل، عن السكن، عن الرفاهية، الترفيه، تربية الأولاد، القرآن، اللغة العربية. في مواضيع كثيرة يا ريت يعني احنا نتشارك فيها وما نعتمد بس على صاحب الصفحة. يا ريت انا توصلوا لي مواضيع وانا بنشر لكم اياها من عيوني، يعني اهم شيء انه نفيد الاخرين فيها. فانا بتمنى انه احنا زي ما حكيت لكم انه نتشارك، وانا ما بزعل من اي شخص بيقدم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظري ما دام كل شيء بصب في الموضوع نفسه. فاحنا يا ريت بنتمنى، بل انه انت لما تحكي رأي مختلف انت بتخليني افكر، بتخليني ابحث، وبتخليني اقرا. فانت بتساعدني بالطريقة هاي لما انت تكتب، يعني لو كلياتنا وجهة نظرنا واحدة كان احنا نطلع زي القالب، بطلع ما بنستفيد. اللغة السويدية صعبة والله، حسب العمر، حسب الواحد ونفسيته. انا بالنسبة لي مثلا تعلمت لغات تانية اسرع من السويدية، فحسب. في ناس شايفينها صعبة كتير وفي ناس شايفينها بسيطة، في ناس تعلموها بثلاث شهور وزي حالتنا احنا صرنا سنوات طويلة وبعدنا لسه، لانه ما في اختلاط كتير يعني بالشغل. حتى بالشغل أكثرهم أمريكا الجنوبية ودول مختلفة، يعني قليل تتعامل مع سويديين الأصل. حاول تنصح الناس اللي عم بيحاولوا يحصلوا إقامة في السويد يبعدوا عن طريق الزواج المصلحة. أكيد أكيد أخوي أبو محمد، والله هذول بيتعبوا كتير. زواج المصلحة يا إخوان وعقود العمل هاي مواضيعها شوي مخربطة، يعني صعبة كتير. في ناس يعني بيستخدموها للنصب والاحتيال والكسب المادي، فحاولوا انه هاي الشغلات يعني للاسف في ناس بتطلب الاف الدولارات عليها وما بتلتزم وبضحكوا على الناس. وغير هيك انه المرأة بتصير تتحكم بالرجل في الزواج المصلحة، بتصير تقول له حضر شنطتك عند الباب، اذا بنقص قرش بطيرك وبطيرك وبشكي عليك لدارة الهجرة. فبأي وقت بصير حياته مهدد. فأكثر الأشخاص اللي تزوجوا عن طريق المصلحة وهدف مادي حياتهم مهددة وعايشين حياة من الخوف ومن التردد والقصص هاي. شايفين العلامات هاي على الأرض يا جماعة؟ هاي إذا بدك تروح، هاي هون مثلا هيك بندل توق، هون مثلا بقول لك بندل توق، تروح مثلا بتطلع بتمشي هون. فهاي العلامات بتعلمك، هون بتروح على الباصات، هاي الباص، هون بتطلع للباصات اللي بتوديك خارج ستوكهولم، هون تطلع على القطار اللي بوديك على المطار أرلاندا إكسبريس. شايفين هاي العلامات؟ هاي العلامات مهمة، يعني شوف كيف عشان يدلوا الناس. هاي هون القطار اللي بوديك على المطار، هذا من أسرع القطارات، 20 دقيقة بتكون في المطار أرلاندا إكسبريس. في أجهزة هون بتقدر تشتري التذكرة، بس إذا بتشتريها قبل عدة أيام تاخدها أرخص يعني سعرها. هاي محطة القطارات اللي بيطلعوا القطارات خارج مدينة ستوكهولم. اليوم شغالين هون احنا ان شاء الله، كل مرة بنشتغل محطة هاي الصيفية قاعدين نتنقل. هاي هون اللوحات هاي عشان تعرف المواعيد
تقدر تشوف وين موعدك، وين شو اسمه السبور تبعك، لانه في ناس للاسف ظلهم ضايعين. وهون كمان اللوحات تقدر تشوف، بس للاسف في ناس بتيجي اخر لحظه او قبل خمس دقائق وبقعد يدور على السبور تبعه، وبتلاقيه معه مرته واولاده، وبصير يلاخم وبضيع القطار عليه، وبخسر له 2000 3 4 5000 قرون الله اعلم، غير انه بده ينلطع بالمحطه ساعات طويله حتى يلاقي رحله ثانيه وممكن يلاقيها بسعر اغلى. فيا اخواني الكرام، يا حبايبي اخواننا العرب بالذات، لما بدك تسافروا بالذات محطات القطارات، تعالوا قبل بوقت، قبل بساعه بالذات. اللي بيجي على محطه اول مره، انت جاي على مطار اول مره او جاي على محطه اول مره، معلش بعض النصائح وبكررها، انا حكيتها قبل هاي المره، لكني بشوف حالات من العرب اللي بتيجي بالوقت الاخير بالدقائق الاخيره، فبتلاقيهم بورطوا نفسهم، بورطوا حالهم، وبتروح عليهم الرحله، فبتلاقيه حرام بصير معه ستريس وبتوتر واعصابه بتتوتر وبصير وضعه مش مزبوط. هاي هون كمان في لوحات، شايفين هون وين ما تروح في لوحات، في ريسبشن، في استقبال كمان بوسط المحطة محل ما كنت أول ما دخلت. فبتشوف وين القطار تبعك، هاي هون مكتوب سبور، هاي عند الإكس فوق، إذا شايفين الإكس 3 13، وفي إرشادات. هاي هون مثلا بقول لك، هون هاي شوف اللوحة، هاي بقول لك هون سبور 7 ل 10، سبور 5 ل 10، هون كمان واحدة سبور 5 ل 6. ففي لوحات وين ما تتحرك، بس الواحد فينا من لما يكون قماره منعمي ببطل يشوف، جايب اخر خمس دقائق على القطار فبطل يشوف. هاي شوف مثلا هون سبور 5 وسبور 6، هناك مثلا كنا فيهم 3 و4، هناك 3 4، هون 5 6، اللي بعده 7 و8، وهيك لجوا 10، هذاك اللي بالزاوية 10. وبس اطلع من هذاك الباب بتروح على 13 و14 و15 من فوق. ففي ناس للأسف تيجي بآخر لحظات وبتضيع، بكون راح عليه رحلة على مالمو ولا لكيرونا لآخر الدنيا. قيمة الكرون يعني تقريبا 10 كرون 1 يورو تقريبا، أو يمكن أكثر شوي. أي نبلش نشتغل. أي شنا يا كمر، أي شنا لقيت يا كمر سنارت. أوكي يا أصدقائنا في العمل، فالواحد يعني اشتغل مع جنسيات مختلفة، بدك تتعود على شغلة في الغربة، انه انت ممكن تشتغل مع جميع الجنسيات. انت في الغربة بدك تشتغل تعايش. يا اخواني شكيتكم لله، هيك اخواننا السوريين بقول لك شكيتك لله. فبدك تحاول تتعايش مع جميع الجنسيات، بولندي، يوغوسلافي، سويدي، اذا بدك تعيش وتستمتع بحياتك وتمشي امورك تمام. اما اللي بيظله يرفض وبيظله مش عاجبه وبيظله يشتكي، هذا بكره بطيروه من الشغل. فعشان انت تستمر بعملك، الحمد لله هينا صرنا 6 سنين بالشركه، والشركه اللي قبليها كمان 6 سنين بالبواخر، الحمد لله يعني ما في شوكاوي، بس في ناس كانت تشكي علينا عشان بنصلي، بس الحمد لله مش الحال، كان لنا شكوى بالشغل الاول بس ربك يسرها الحمد لله. فأهم شيء يا إخواني الكرام إنه أنت تكون قادر على التعايش مع جميع الجنسيات، وما تظلك رافض. في بعض الناس بصير يقولك إيه هدول إيرانية بحكيش معهم، إيه هدول يوغوسلاف بحبهمش بطيقهمش. هذا التعميم خاطئ، يعني بتلاقي بكل جنسية الكويس بتلاقي العاطل. فنحاول إنه إحنا نتعايش عشان نعيش، عشان نستمتع، عشان نشتغل أحسن لا يطير منا كمان الشغل. فمهم كلمة التعايش زي الاندماج، هاي مهمة جدا عشان مصلحتك، مصلحة نفسك. أنا ما ظل دقيقة دقيقتين بوصل على الشغل، خلاص هيني هون، بس حبيت أسلم عليكم وأقولكم يا إخواني الكرام اللي بتتابعوني، اقرأوا المقالات كلها، تفرجوا على الفيديو كله، وبعدين قيموا، وبعدين انقدوا الموضوع نفسه مش لصاحب الموضوع، شو تعليقك هالموضوع في كعب الصفحة كتبت له، فركز لي على الموضوع يا حبيبي الله يرضى عليك، عشان ما اقول لك شكيتك لله. خلينا نحب بعض ونفيد بعض، وركزوا لي يا ريت تقدموا لي اقتراحات وتبعتوا لي اياها على الخاص. الجنسيه بعد الاقامه 5 سنين، هذا اذا اخذت الاقامه الدائمه، هسه الوضع اختلف، يعني لازم يكون معك اقامه دائمه عشان الجنسيه، طبعا هي من زمان لازم يكون معك اقامه دائمه، بس الاقامه الدائمه صارت صعبه.
صار فيها شروط ولغة وقصة ودراسة وقراءة ومجتمع وبصريش وقصص جديدة صار فيه. وصارت الإقامة مؤقتة، زمان كان الواحد أول ما يجي يأخذ إقامة دائمة، هلأ صارت الإقامة مؤقتة، فاختلفت شروط الإقامة الدائمة. فعشان تأخذ الجنسية لازم يكون معك الإقامة الدائمة. فالإقامة الدائمة للي بأخذ عمل أو بكون بيشتغل بعد 4 سنين بيقدم على الإقامة الدائمة. طبعا فترات الانتظار مش محسوبة، يعني مثلا إذا أنت بتشتغل، أنا أول سنتين اشتغلت ما انحسبوا بالإقامة، فاشتغلت كمان فوقيهم 4 سنين، يعني بعد 6 سنين أخذت الإقامة الدائمة. وبعد استنيت كمان بيجي سنة للجنسية أو سنتين، والله ما نعرف ذاكرت، بعد 8 سنين أخذت الجنسية. فإخواني الكرام قد يضل ما ضلش معنا، ضل معنا 5 دقائق نلحق نشرب فيهم فنجان قهوة ونبلش شغل. ويوم سعيد على الجميع، أتمنى التوفيق لكم، وإن شاء الله هيك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وخلي قلبك أبيض صافي عشان أنت يعني ترتاح بحياتك، لأنه الأمراض كثرت، كورتيزون وبصر إيش وسكري ومكري ولآخره. فعشان تحافظ على صحتك خلي قلبك أبيض، ربنا يوفقك وخليك دائم الذكر لله، ربنا يوفقك ويسعدكم. السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم رائد مدينة السكون.